وما زلنا مع موسم الرياض وبالتحديد إلى منطقة بوليفارد وورد اللي تجمع ثقافات مختلفة من حول العالم. زميلتنا عهد النفيع تجولت في منطقة مصر واللي جذبت الزوار بالأهرامات والثقافة المصرية. خلينا نتابع. ما تخيلت أنا كده، شفت في الصور بتجيد بعيوني وشفت. أنا رحت مصر قبل كده نفس الشيء. اعتبر أنا حاليا مع الإجازة الجاية مش طالع من الرياض، جالس في الرياض. اللي عجبني في الجناح المصري ان انا حاسس ان انا فعلا في مصر. يعني الرياض ربطة الاهرامات بالجيزه ما بين الحسين والازهر كله في اريا واحده، فده عامل انبهار رهيب. يعني انا كمصري شفت الحاجات دي قبل كده في مصر عندنا بالحضاره بتاعتنا، دخلت انبهرت. يعني في انبهار عظيم، الرياض والبوليفارد عامل عظمه مصريه على اراضي سعوديه. الاهرامات وكيف مسوينها كانها من الواقع، وفي كل اهرام في مدخل وكانه يعني يصور لنا الاهرامات الحقيقيه. احنا زرنا مصر قبل وشفنا، فنعرف انه اللي مسوينه يعني جدا قريب من الواقع. السوق المصري والكشري والاشياء الجميله كلها توحي للشخص انه هو جالس في مصر. هلا، اول شيء ما شاء الله، يعني طبعا عجبنا كثير بالفكره كامله. اول شيء طلعنا، اول شيء دخلنا على اليونان، فتنا شوي في مصر، شوي طلعي طوكيو، ايطاليا بشكل عام. يعني جيب يمكن 10 بلدان او 15 بلد في مكان واحد. تجربه حلوه. يعني من الصباح انا اقول لمرتي وديتك على 10 بلدان مره واحده وكانت فعاليه حلوه. بالعكس، يعني مشكوره للناس اللي اشتغلوا عليها والامور، هي شيء جدا جميل وبالذات في مصر طبعا. بس اول مره اشوف الاهرامات على الواقع، تحسيها قاعده في مصر نفسها. يعني بسم الله ما شاء الله، شيء جدا جميل. يعطيكم العافيه على المبادره الحلوه وعلى اللفته الحلوه اللي عاملينها. الجناح المصري يعني لافته جديده، زون جديد عن 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 السنه الماضيه. وجناح المصري يعني ما شاء الله يتفوق في كل شيء تقريبا. وانا يعني عجبني الزي حق المنظمين، شو اسمه، يعني صراحة يعني زون ممتاز. انطباع جدا رائع، واشكر القائمين على الصرح العظيم هذا. واللي ما سافر لا يسافر، يجي هنا. انا مع الثقافات، تعرف على الدول، تعرف على ثقافاتهم. جدا جدا موضوع جبار صراحة.